مرة تانية أنا بوجه التحية لأهالي اسكندرية والبحيرة، وبشكر كل من ساهم، مش إن إحنا نبقى موجودين هنا النهاردة، في كل الأنشطة اللي تم الحديث عنها في الاسكندرية والبحيرة من الدولة أو من منظمات المجتمع المدني. في الكلام كتير اللي قاله الدكتور مصطفى، في كلام تاني ما اتقالش برضو. إحنا عايز أقول لكم على حاجة مهمة قوي، إن إحنا وإحنا بنتكلم في اللي إحنا فيه ده، تجدوا إن مش الأرقام كبيرة، مش إن الرقم اللي اتصرف 800 ولا 900 أبدا. هو الفكرة كلها إن في كتير من الموضوعات اللي إحنا بنعملها لو كانت اتعملت في أماكن يعني جديدة خالص ما كانتش هتكلفنا التكاليف دي كلها. إحنا بنضطر نصلح ونبني على اللي صلحناه. شبكة الري أو شبكة صرف المطر اللي الدكتور مصطفى بيقول عليها، لو إحنا بنعملها في مكان جديد موضوع مختلف خالص عن اللي إحنا ماشيين فيه. إحنا بنحاول نصلح ثم نبني ونطور اللي إحنا بنعمله. يعني دايما المكان الجديد فرصتنا فيه كدولة كتخطيط أفضل كتير من اللي إحنا ندخل على التخطيط السابق اللي هو تم تجاوزه. يعني مش مهم ابدا نقول تجاوزه ليه، لان احنا مش هنا موجودين عشان نوزع اتهامات ابدا. احنا موجودين هنا عشان نصلح ما امكن اي حاجه ممكن نعملها. خلينا ارجع بس لموضوع اسكندريه، مش بس شبكه الطرق اللي هتكلم فيها، لا انا هتكلم على الإسكان كأحد المشاكل المزمنة. وزي ما تقال كده إن في 300-400 ألف وحدة سكنية غير قابلة أو غير صالحة ومحافظة اسكندرية موجود يصلحها. 300-400 ألف وحدة، لو إحنا النهاردة بنتكلم على تكلفة الوحدات ديت، أنا بتكلم في موضوع واحد، في موضوع واحد. لو حبينا إن إحنا نعمل لهم إسكان بديل يا دكتور مصطفى، احنا بنتكلم على الاقل، لا الوحده بكام؟ لو الوحده بنص مليون زي الدكتور مصطفى ما بيقول، في 300,000 وحده يعني 150 مليار انت محتاج تعملهم عشان تقول للناس. لو انت بتقول ان المبنى ده غير صالح وغير قابل للاصلاح، يبقى هبني له، يبقى عايز مكان ابني له فيه ثم ابني له بالفعل، وبعد كده اهد ده عشان غير صالح. احنا اتقال الدكتور مصطفى القى الضوء على مشروعين لكل المواطنين، منهم بشاري الخير وصواري وغيره وغيره، ومنهم مشارف. انا عايز اقول لكم على حاجه بس، وده بقوله لينا وللدوله وكده، المشارف دي موجوده على اراضي كانت ارض سبخيه، كانت فيها ميه. بدل ما كنا بنينا جوه اسكندريه بالطريقه ديت، لو كانت عمل اللي احنا بنعمله دلوقتي، احنا خلصنا 500 فدان وشغالين في 1000 فدان، خلصنا شغل في 500 فدان وبنردم 1000 فدان تانيين في منطقه العمريه. بس انا عايز اقول لكم على حاجه، واحنا بنعمل ده بيتعمل الطريق اللي يربط العمريه مش بشرق اسكندريه، لا بنعمل الطريق عشان يتربط مع الطريق الصحراوي تخش منه. كلام كتير قوي، ولما تيجي تكلم وزير الكهرباء في الموضوع يقول لك ده انتوا عايزين، انا عايز هنا 3-4 مليار جنيه للمرافق. لو كلمت وزاره الاسكان في المرافق يقول لك انا عايز 3-4 مليار جنيه عشان ادخل المرافق في الاماكن دي. بقول كده ليه؟ انا بقول كده ليه؟ بقول كده عشان كتير مننا يقول يعني الأكل غالي، الأكل غالي صحيح، بس احنا بنى الدولة ومعالجة تاريخ طويل. أنا عايز أقول لكم على حاجة ما رضيتش أقول للدكتور مصطفى، وقف محور المحمودية ووري الناس كان شكله عامل إزاي، أقول كلمة صعبة، وكانت الناس راضية وساكتة. كانت الناس راضية وساكتة.
يعني تخليه كده واقعد تزعلوا من اللي حوله وناكل، ولا شيله وخليه زي ما انتوا بتشوفوه دلوقتي وتبقى الدنيا صعبة شوية؟ ردوا علي. أسيب الناس مرمية في الشوارع ونايمة في الصفيح والأكل موجود ناكل، ولا أشيل الناس وأسكنهم في بشائر الخير والدنيا تبقى غالية شوية؟ ردوا علي. طب أنا هقول لكم على حاجة، احنا عملنا العشرين كيلو الأولين من المحور المحمودية وكانت كل الناس بتشتكي وعلى الجرايد ومواقع التواصل ويقول لك بتهدوا الجوامع، حرام عليكم يا مسلمين. يا سيدي هنرجع الجوامع تاني وهنرجع الكنائس تاني، بس هنرجعها صح. انت بتهد اللي موجود وبعدين تعمله تاني عشان توصل للي احنا عملناه في المحور ده. وانا بكلمكم كده بقالنا 3 سنين او 2.5 سنين شغالين في امتداد محور المحمودية ال 55 كيلو. 55 كيلو عشان اوصل لغاية البحيرة، عشان تبقى انت من اسكندرية تكمل المحور ده لغاية البحيرة، محور جديد. يقولك البلد بتحب الطرق، لا تحب الطرق ايه؟ انتوا مش واخدين بالكم يعني ايه بلد ولا ايه؟ البلد حاجة تانية خالص، الدولة حاجة تانية خالص. الدولة زي ما الدكتور مصطفى كان بيقول كده في تخطيط، التخطيط ده بيقوم بيه علماء ودكاترة جامعة ودكاترة في الوزارات المتخصصة أو المعنية، وبتحط تصور لو قدرت الدولة تعمله خير، ما قدرتش بيبقى خطط على ورق. ولا أنا بقول كلام؟ طيب وأنا بعمل بقى عشان أكمل موضوع محور المحمودية ده، لا أنا بقول كلام أنتوا عايشينه معانا. أنا بكلم الناس بتوع اسكندرية، واللواء هشام أمنة موجود كان محافظ البحيرة وجي قال لي يا فندم أنا عشان أشيل الناس اللي موجودة على محور المحمودية في الجزء بتاع البحيرة عندي أنا عايز 800 مليون جنيه، صح كده؟ مش كده يا هشام؟ عايز كام ده من 3 سنين؟ صح يا دكتور؟ الحكومة وفرت 800 مليون وشلنا كل التعديات اللي كان، أنا بقول إيه؟ التعديات. بس كان في قدام التعديات ديت حاجة احنا بقولنا عليها تعويض اجتماعي يا دكتور. يعني ايه تعويض اجتماعي؟ ما قلناش ان اللي تعدى ده الارض مش ارضه وعلى حرم الترعة، ولا قلنا، لا، لان احنا ما نقدرش نسيب الناس دي بالطريقة، فاديناهم شيء من التعويض، مش كده يا هشام؟ عشان احنا بقالنا 3 سنين بنعمل 55 كيلو. بنعمل كم؟ 55 كيلو. طب لو النهارده ال 55 كيلو دول انا بعملهم في اي ارض صحراويه كده ياخد مني 6 اشهر. احنا بدانا اسكندريه الطريق من حوالي 4 5 شهور، اللي ان شاء الله قبل العيد ده هيكون مفتتح الجنب اللي هو الوصله اللي هي من القاهره لغايه اسكندريه اللي هو اللي رايح 170 كيلو و20 كيلو من اللي راجع. اتفضل يا هشام. أنا بقول لكم الكلام ده هنا ليه وإحنا قاعدين مع بعض؟ هو حد يقول لك إيه أنت تقصد إيه؟ تقصد إيه؟ أقصد أقول إن بناء الدول وإصلاحها أمر ليس باليسير. وأنا كإنسان منكم أمين معاكم وأمين عليكم. أمين معاكم وأمين عليكم. واللي هيحاسبني مين؟ ربنا. بالمناسبة حسابكم انتوا سهل قوي، حسابكم سهل، حساب البشر سهل، لكن حساب رب البشر محدش يقدر سبحانه وتعالى يعني شايف كل حاجة ومطلع على كل حاجة. ربنا شايف كل حاجة ومطلع على كل حاجة. فارجع تاني، الدكتور مصطفى اتكلم على من اسكندرية. طب انا بقول لكم مين ابو قير؟ لا بقى معلش يا دكتور بقى معلش، يعني احنا بنتكلم في اكتر من 10 كيلو ارصفه، منهم رصيف عمقه 22 متر مش موجود غير في اسبانيا. مش موجود غير فين؟ يعني انا بكلمكم صحيح، وانتوا اللي من اهل اسكندريه شايفينه. بالمناسبه في 7 مليون متر موجودين
مباني جوه البحر، يعني هيتعمل كورنيش جوه البحر طوله يجي 8 كيلو، يعني نص كورنيش اسكندريه. ولسه، طب بنقول لسه ليه؟ لان لسه مش عشان امل او عشان امنيكم وفرحكم، لا، لان ده العمل اللي احنا المفروض نعمله. بالمناسبه حجم العمل المطلوب في الدوله المصريه كتير قوي، كتير قوي 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 والله العظيم. حجم العمل اللي مطلوب فيك يا مصر، عايز عمل ليل ونهار عشرات السنين بلا كلل ولا ملل. ولا الدكتور معيت يقول لي مفيش فلوس، ما يقوليش مفيش فلوس، مش كده يا دكتور؟ يعني انا بس عايز اطمنكم ان احنا يعني ماشيين كويس. ويمكن كان في شاب من الشباب في المؤتمر واحنا في البحيره في قريه الابعاديه بيقول لي طمني يا فندم على الشباب، طمني الدنيا فيها. قلت له يا كان محمد افتكر، مش كده؟ قلت له يا محمد ده احنا بنقول في 2 مليون و2 من 10 مليون او 2.5 مليون بنزرعهم او هنزرعهم بالكتير على اخر السنه الجايه. بالكتير يا دكتور مصطفى على اخر السنه الجايه 2 ل2.5 مليون فدان امتداد البحيرة، 2 مليون فدان يعني قد البحيرة كلها مرة وشوية، مش كده يا دكتور؟ ها؟ ربنا يعيننا. لا ده انا رب يا رب يعيننا كلنا. شوفوا اسمعوا. لا 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 الناس كانت بتعمل والله. بس خلونا هنا، انا عايز اقول لكم على حاجة. اوعوا تفتكروا ان في حد هيتحرك يبني ويعمر ويصلح لاجل خاطر الناس، هقول لكم كلمه غريبه قوي، وينضام محدش. ده باللي بيطبطب على حد ربنا بيقول له بيديله حسنه. اللي بيشيل حاجه من الارض شوكه تاذي الناس ولا طوبه ربنا بيديله حسنه. فاللي هيغير حياه بلد ينضم؟ ردوا علي، لا ما ينضم. شكرا جزيلا.